بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة دايما يا رب. فيديو جديد وانا اسفة على التأخير. الفيديو اللي قبل ده كده ان شاء الله بس غصب عني في التأخير، مش ذنبي يعني، الحمد لله. هنعمل النهاردة اسدال بس بشكل جديد وتركيب اباليك فيه، وهوريكم ازاي تعملوا الاباليك بايديكم، البادجات يعني، حاجة زي البادج، وازاي تخيطوها من غير اي كلكعة خالص. تمام، نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبتدي كده. بس ما تنسوناش بالاول باللايك وشير وسبسكرايب عشان نوصلكم كل جديد باذن الله، ونعلي القناة ليكم وبيكم باذن الله. القماش اللي احنا بنشتغل بيه دلوقتي ده في زون، والمقاس بتاعه على حسب الطول، يعني لو واحدة فوق 140 سنتي طولها من عند كتفها لحد رجلها يبقى هنحتاج بتاع مترين ونص. فالامتار اللي عندنا دي تقريبا مترين مترين وربع، ما يزيدش عن كده لان طولها مش كتير. فاحنا هالاول هنطبقه على اربعة زي ما انتم شايفين كده. وعلى فكرة الناحية فيه مطفية وناحية فيه لميع، فانا هعمله على الناحية المطفية. تمام، الناحية المطفية بتبقى احلى من اللي بتلمع دي كده، لو حد ماشي بيها في الشارع ولا اي حاجة. تمام، احنا اللي قصيناها دي قصنا 50 سنتي الاول، وهيبقى هي الطرحة، وبعدناها عن بقية القماش. تمام، احنا هنا بقى هنعمل الاسدال، هنطبقه برضك وهنظبط القماش عشان القماشة دي زي في زون زبدة فبتتحرك منها على طول. تمام، فاحنا هنقيس الطول بتاع الاسدال وبرضك هنقصه وهنفصله عن بقيه القماش، لان كل قطعه منها هنستعملها مش هنرمي منها حاجه. عشان كده بقول لكم هي القماشه دي ما تهدرش منها اي حاجه خالص. احنا قسنا هنا 120 وبعد كده زودنا 10 سنتي. تمام، وهنفصلها برضك زي الطرحه، بس دي مش هنعمل منها طرحه، هنعمل حاجه تانية بيها هوريها لكم في الفيديو باذن الله. تمام، احنا كده بعد ما طبقناها اربعة على اربعة بنيجي من ناحية المقفولة بنقيس الكتف اللي هي العشرين، والباقي ده طلع 15 سنتي. تمام، احنا بقى انا بطريقة الست ام احمد اللي بالشبر كده بنقيس اربع صوابع بايدينا زي ما انتوا شفتوا، وتبقى دي حردة الرقبة. تمام، وصابعين اللي هم بتاع 2 سنتي او 2.5 بنعملهم الايه للنزول، حردة الرقبة الخلفية. بننزل بقى من عند العشرين سنتي بتاعت ميل الكتف باتنين سنتي بس، وبنمد المزورة من عند حردة الرقبة من فوق نمدها بالاتنين سنتي للاخر، هتديني مرة واحدة خط كده زي ما انتم شايفين. تمام، احنا بقى كده احنا قصيناه، ناقص الفتحة بتاعة الكم. طبعا انا قافلة القماش الناحيتين مفتوحين، ورقين مفتوحين ورق مقفول، فاحنا بنفتحه كده الاول بس على قد ايه فتحة الكم دي، براحتنا خالص. يعني في ناس بتعملها 25 او 30 حسب ما انت عايزاها وحسب الشخصية اللي قدامك شكلها ايه. انا بعلم علامه بس. تمام، اجي بقى عايزه افتح بقيه الرقين اللي هم كانوا مقفولين، افتحهم لتحت خالص زي ما انتم شايفين كده. انا بظبط بس القماش عشان ما يزحزحش مني وما تلوحش مني الخياطه او القص. تمام، معلش اذا كنت بتكلم بسرعه بس عشان يبقى كلامي ماشي مع الصوره، عشان ما حدش يتلخبط يبقى بيطبق اللي بيسمعه مع اللي بيشوفه. تمام كده، انا دلوقتي قصيت الجناب الجنب اللي كان مقفول من الاسدال، ودلوقتي الناحيه المفتوحه اللي هي فيها البرسن عشان بيبقى شادد القماش، فانا بقصه بفردها كده وبقصه عشان ما تلخبطنيش وانا بقص وانا بخيطه. دلوقتي احنا خلصناه وهنيجي بقى للجزء الثاني اللي هو احنا قصينه. احنا الكم عندنا 60 سنتي، فاحنا كان في 15 سنتي لازقين في من ضمن الاسدال، يبقى الفرق بين 15 من 60 هيبقى 45. هناخد ال 45 دول منهم الاسوره ومنهم بقيه الكم. تمام، احنا هنا بنعمل الوسع اللي احنا عملته بالشبر والثلاث صوابع دول على قد الوسع اللي انا عاملاه في الاسدال. تمام، وبعد كده اخد الطول واساوي القماش كده عشان في حته طالعه وحته نازله مش متساويه، اظبطه واعمل الفرد اللي انا هخيطه فيه الخياطه بتاعه الكتف، والفرد هنا اللي هعمله فيه الاسوره. ولو لاحظتوا الناحيه اللي هتلزق في الاسدال اكبر من اللي عند المعصم من عند الاسوره. تمام، الجزء الباقي ده بقى اللي هعمل منه الاسوره زي ما انتم شايفين كده، واتجاه المطه كده، وهقصه. يبقى كده احنا خدنا الثلاث اجزاء اللي احنا قصيناهم، جزء للاسدال وجزء للطرحه وجزء ده اللي عملنا منه بقيه الكمام والاسوره.
كده يعتبر احنا ما هدرناش حاجه. انا اقول لكم القماشه دي انا عملت منها اكتر من اسدال، وانا هوريه لكم في اخر الفيديو. فستان شكله جدا بجد اللي كان لابسه والناس اللي بتشوفه كان مش مصدقني ده تفصيل، وواحد برده كان منقوش منقط، والاثنين هوريه لكم في اخر الفيديو. بصراحه جميل جدا، وبفكر انا اعمل المشروع الاسدالات ده، وان سهل ومطلوب جدا. طبعا الحته الباقي دي احنا اعملها البرواز بتاع الرقبه دي. الرقبه طبعا انا بقصها كده في من بعد ما قصيت الخلف، باخد 4 صوابع كده واقصهم بدايره. تمام، احنا كده يعتبر ايه ناقص بقى اخر حاجه انا هعملها، ان انا هحدد مكان الكف اللي انا هاخده اللي هو الابليكه يعني. فانا بقيس شبرين اللي هو طول الوسط 40 سم عشان هي مش طويله قوي، وانا حددت كده بالطريقه دي، وهحط فيها بالمنظر ده كده ايه الكف. تمام، انا طبعا كده هخيطه ومحدده طبعا مكان الكف. النقطه دي هحط عليها بالظبط تحت العين الزرقاء دي، وهدبسها بالدبابيس عشان لما اجي احركها وانا ماسكاها بايديا الاثنين ما تزحزحش مني، عشان القماشه كمان زي ما قلت لكم ان هي زي الزبده في زون زبده. تمام اهو، انا كده بخلي الصابع اللي في النص بالظبط على قد النص بتاع حاره الرقبه، عشان ما يبقاش حاجه ملوحه وجايه على جنب خالص. اجي اثبت كده بايديا الاثنين، اجي امشي واجي كده ما استعجلش ابدا. بصوا اثبت الغر الابره اسيبها في القماش وانا بلوحه اهو بالمنظر ده كده اهي، واجي ادور كده. بصي بقى الحركه دي، انا بدور بايديا ومثبتاها كده، اعمل الدايره بتاعت اخر الكف دي كده. بصوا اهي بالمنظر ده كده اهي، الف القماش معايا بس ايديا ثابته بالمنظر زي ما انتم شايفين كده. ربنا يحسن بين ايدينا وايديكم ان شاء الله. اهم من الشغل ظبط الشغل زي ما بيقولوا كده. بصوا الاهم حاجه وانت بتحركي اي ابليكه بتحطيها لازم تثبتي الابره جوه القماش، وبعد كده عشان تبقى تحركي يبقى ما طلعتيش بره الغرزه اخر غرزه انت عاملاها. وبمشي على الصوابع كده بالمنظر ده كده واثبتها اهي كده، يعتبر ايه خلاص اهو خلصنا الكف. تمام كده انا بقصها، وبصوا بقى نتيجه ان انا ظابطه بايديا مفيش لا كشكشه من ورا ولا اي حاجه ولا ملوحه كده. بقى مفيش غير ان انا بقى ايه اظبط اجيب الكتاف بتاعه الامام اللي بتاع الخلف احطه على الامام واخيطه. تمام، في فكره في الازال ده ان انا هعمل الطرحه لازقه فيها، بس برضك على حسب اللي هي، لان بصراحه انا كنت بعمله وما اعرفش مين اللي هياخده، لان ده تبع المحل. فانا قلت احتياطي، في ناس بتبقى عايزه الطرحه حره او مشبوكه فيها، فانا مشطبه حاره الرقبه عاملاها بالبيه، وبعد كده ملزقه الطرحه لطش، عشان لو حد عايز طرحه منفصله يبقى فتله ويشدها، عايزها مشبوكه يبقى هي مشبوكه. لازم اعمل ايه على كذا حاجه على اساس ان يعني كذا شكل او تنفع كذا غرض، عشان الحاجه يبقى سهله على اللي هيشتريها. وفعلا فعلا مش عايزه اقول لكم الحمد لله الحمد لله من كرم ربنا، والله علقته يوم واحد في على الشماعه والله اتباع تاني يوم، يعني ناس خدته ويدوبك انا كنت سايباه من غير ما اتني من تحت، يدوبك تنيته عليها والحمد لله طلعت. هي برضو صاحبته مش اللي خدته، صاحب نصيبها دي مش طويله وطلع عليها بالظبط، ما قصتش من تحت، يدوبك تنيت تنيتين جوه بعض بس. دلوقتي بقى الحته الجزء اللي انا بعد ما خيطنا الكتاف وعملنا الاوفر، بجيب الحته الجزء اللي هو بقيه ال 45 سنتي اللي هو بقيه الكمام، اروح انا ملزقاها في الفرد اللي انا عاملاه فيها مع الخط بتاع الكتاف واظبطها كده. طبعا القماشتين لكره زي بعض، عشان كده لانه مش مشدود بس ظابطه القماشتين على بعض وانا بخيطهم، مش زي ما بقول لكم ان انا بخلي الناحيه اللي على الكروشيه من تحت الناحيه اللي بتمط واللي فوق، لا لا الاثنين طبعا بيمطوا مع بعض. فانا كده بصوا تلاقوني ظابطه، وطبعا الدبوس بصوا لو تلاحظوا ان انا الدواسه بتعدي على الدبوس، حد يقول لي هتكسر الابره؟ لا الابره لا، لان هي الدبوس جاي عكس ما هي ماشيه المكنه، عشان كده بتخط عليه وتعدي على طول. دي من ضمن برضك الحاجات الناس المتمكنه بقى اللي هي عارفه ايه الصح وايه اللي بيمشي، ما تخافش على المكنه وايه اللي يضرها وايه اللي ينفعها. دلوقتي بقى انا بعمل الاسوره.
الاسوره بقى بصي بعملها على الطرف كده، اروح انا شده بصي بقى عشان اعمل الكشكشه، عشان دي اكبر من الاسوره. بصي الايديه اللي من تحت دي بتسحب بتعمل كشكشه، واشد الايد اللي من فوق كده عشان تديني كشكشه اكتر. بصوا بعد ما خلصته بصي الكشكشه جميله ومتوزعه كده ازاي، متساويه كلها مع بعض. تمام، اعمل التانيه بردك نفس الوضع كده، اشوف الارض اشوف الاتجاه المطه ازاي، واشوف بردك الميه بتاعه القماشه يعني اللمعه. باجيش مثلا اعمل الاسوره اللمعه هي اللي باينه على الاسدال اللي هي اللمعه المطفيه، لا لازم الاتنين مع بعض. وبردك هعمل زي ما عملت الكم الاولاني واشده، وانا عملت التاني ده عشان اوضح لكم الايد متزحزحه ازاي. طبعا انا مش عامله اوفر لغايه لما يجي، كنتش لسه اعرف ان هو هيتباع ولا لا وكده، فقلت وقت ما يتباع اروح عامله الاوفر عشان ما حدش يقول انت مش مشطبه او حاجه زي كده. طبعا انا بقفل الجنابه اهو، الاسوره على الاسوره، والخياطه لازم تكون الخياطه على الخياطه بالظبط، سواء اللي هي بتاعت الباط او اللي عندي الاسوره كده اهو. الفتله شمطت بس فيها، اروح انا بصي مظبطه بقى ايه الاتنين بالظبط، ومسافه الخياطه واحده. طبعا انا عاملاها على وسعه ووسع العرض بتاع القماش، فانا المسافه واخداها يا دوبك سنتي سنتي ونص بس الخياطه. ولاحظوا بصي في اخر الديل تحت الاتنين هيبقوا الاتنين مظبوطين، يبقى انا كده ماشيه مظبوط وصحي جدا، والمسافات متاخده مفيش حاجه بتشد عن التاني اهو. الجنب التاني كمان خلصته كده بقى. بصي بقى بعد ما خلصت الكم، الاسوره شكلها جميله جدا، والكم الكشكشه بتاعتها حلوه. انا دلوقتي البيه برضك عايزه اخلي الناحيه المطفيه مع اللي باينه من بره، اروح انا مدريها كده حاطه الاثنين على بعض عشان لما اجي اقلبه. ولازم بصوا لو تلاحظوا انا حاطه الشريط على القلبه بتاعت القماش، يعني على الظهر بتاع الاسدال، عشان لما اجي اقلبه يبقى الخياطه في وشي، تبقى هي على وش. بصوا ولازم اشد كمان، اشد الشريط مش اشد الباط الحارس الرقبة، لا اشد الشريط عشان اللي انا بعملها واسعة بتاعت اللي ما فيهاش لا سوستة ولا حاجة، اروح انا ضماها بالشريط عشان لما يجي حد يلبسه بيتشد معاه ويروح ويجي معايا، ما يبقاش الخياطة تتقطع عشان انا مش شادة، يبقى البيع على قد الفتحة، لما اجي اشده مش هتقطع الفتلة معايا. فانا اروح انا بقى عشان اعمل اللي اكففها، افرد الزياده اللي جوه افردها كده، واجيب السنتي اللي فوق واكفف عليه بالمنظر ده كده. بصوا ده انا بقول لكم بقى ايه، بخيط الاول الشريط على الظهر القماش ليه، عشان يبقى الخياطه اللي انا بكففها دي هي وش القماش، عشان يبقى انا لما اكون لابساه وباين قدام الناس الحرف بالظبط على الحرف، الخياطه على الحرف البيه دي برضك من اساسيات التشطيب الكويس اهو. بصوا زي ما انا وضحت لكم اهو، الكف هيبقى بان عشان ابين لكم ان لا الخياطه الثانيه دي لازم تبقى على وش القماش كده اهي. القبه اهي زي ما انتم شايفين كده. اجي بقى ايه، عايزه الزق الطرحه. الطرحه انا عاملاها اوفر بس ماشي، اجيب الطرحه الوش اللي فيها لميع هو ده اللي في وشي، اسيب مسافه الشبر كده واجي الزقه من الحرده اللي قدام من نصها، من نص اللي يعني ايه نازله عن الكتف بشويه، واروح الزق الطرف هي كده بلزقها لطش، بحط الدواسه على الحرف البي واروح ملزقاه كده. احنا يعتبر قربنا نخلص الفيديو، يا رب اكون قدرت اشرح لكم وتقدروا تفهموا من شرحي. واشكر كل اخواتنا العرب سواء جوه مصر او بره مصر، ان هم في التعليقات بتاعتهم بصراحه يعني الحمد لله بيرفعوا من الروح المعنويه، ان شرحي مبسط وفاهمين منه، ويا رب يفك الكرب عن اخواتنا في ليبيا وفي المغرب ان شاء الله، وكل بلد فيها كرب ان شاء الله، والسودان برضك ان هي ايه يتشال منها الكرب اللي هي فيها. واشكركم على التعليقات بتاعتكم وعلى المشاهدة بتاعتكم للفيديوهات بتاعتي وتشجيعكم ليا. تمام، ايه رأيكم بقى؟ بصي الفيديو بس قصدي الاسدال شكله جميل جدا. انا كمان عاملة رباط من جوه بيتربط على الوسط في الاسدال، وهوريكم دلوقتي الاسدالين شكلهم جميل جدا اللي انا عاملاهم. يا رب يعجبوكم واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.